انت هون؟ تعرف؟ صار لي ساعة عم حاول اتصل فيك وانت هون؟ نحرن موبايلك حتى اعرف وينك. بيان اطلب لنا اكل، انا جوعانة. اي صح، انا كنت بدي احكي شي كتير مهم. بعرف شو هو وجدان، بعرف شو الشي المهم اللي بدك تحكي. يلا وجدان قولي انك بتحبيني. شو صاير لك اليوم؟ يلا بقى اطلب لنا. لو سمحت. طلعي يعني الحيطان مو زيادة والعواميد صارت ضعيفة كمان، وحتى شرطان الكهرباء صار بدها تغيير. أنسى نجاح، أنا بدي منك تضبطي الأمور الخارجية لهالمكان. بس هذا الشيء ما بيكفي لأنه هاي التصليحات ما بتفيدنا. مو مشكلة عادية. شو؟ ليش أنتوا ما راح تسكنوا بالبيت يعني؟ ماما؟ ماما تعالي نلعب. بس دقيقة، عندي شغل بدي ساوي. طيب ما فيك تعملي شغلتين سوا؟ مو معقول. طيب موافقة، انت تخبى وانا بدور عليك، ماشي؟ هي انا رح روح واتخبى. ليكي نجاح، هاي مشاكل البيت مثل ما انك شايفة قدامك، فيك تبلشي. ايه؟ طيب تفضل. مو مشكلة. شو هاي؟ يعني جايبين صورة؟ معناها فينا نحطها على هديك البقعة وهيك بيصير منظرها حلو بعد التجديد. ورجيني لو سمحت. استني، ما في داعي تشوفي أو تلمسي أي شغلة موجودة بالبيت. ايه مدام نجاح، انسي كل هاد. انت ما قلتي لي قديش رح تاخدي وقت لهالشغل؟ يعني شغلت يومين او ثلاثة. طيب ماشي. نسيت الملف. ابني ارجع بسرعة، نسيت شي. انديغو بريستو؟ اي هاي الليلة. وبدنا نطلع؟ اي ليك بترجاك لا تقول لا، خلص انا قررت نطلع، شو موافق؟ يلا نروح مشان المحاضرة.